نبداو الفقرة ذي بنقدك تقريبا لكل شيء، ما يعجبك حتى شيء، كل شيء تحمله المسؤولية لحركة النهضة، كل حاجة لحركة النهضة. مثلا انطلاق أول قمر صناعي تونسي، المفروض نحيي الحدث ذي، أنت كالعادة تخالف الناس الكل، تكتب عليه انتهت البطالة، تحسنت المقدرة الشرائية وتحررت القدس. اي نورمال ما نطلعوش قمر صناعي به بإجازة، بإجازة هذوما بإجازة. معلم برقيات برقيات. لا إله إلا الله يا شعب تونس، تي هما في الارض ما قدوش رواحهم، مش يقدروا رواحهم في السماء، وحتى لو كان قدوا رواحهم في السماء فيش لمزيد التنصت والتجسس والتحسس والتلمس على كبار كوادر الدولة وعلى الشعب التونسي لمزيد إحكام القبضة عليه، على أن النهضة دائما تقاتل من أجل أخطر وزارة في كل حكومة، لا هي الداخلية ولا هي الدفاع ولا هي رئاسة الحكومة ولا الخارج، اللي هي وزارة تكنولوجيا الاتصال لإحكام القبضة، وهي التي تدلس بها الانتخابات عند الضرورة والاقتضاء. عندك ما يثبت كلامك هذا؟ طبعا طبعا، عندنا ناس من النهضة في أعضاء في مكاتب محلية جوية موجودين في محطات الالتقاط والإرسال، واحدة في المستير واحدة في برج شكير لهنا بالاسم، عندنا فيهم قوائم وأسماء. شكون عندنا؟ قد أنا نحكي كمحمد لهنتات، قدمتهم رئيس الجمهورية طبعا، سيخة الجمع طبعا، قدمتهم رئيس الجمهورية طبعا. أنت مديت له ولا بعثتهم طبعا ولا كيف؟ طبعا أربعوا بذكر الوسيلة، أربعوا بذكر الوسيلة. ماكش قاعد تعطي فينا في حتى دليل؟ لا مثال، رئيس الجمهورية عرف كلامي صحيح، قابلته ومؤسسة الرئيس طبعا أكثر من مرة، وقلناه هذا وقلناه 100,000 مرة ونقولوه 100 مرة، ويتعجنوا جماعة الغنانيش، قابلت الرئيس قيس سعيد ويموتوا بغيظهم ويتغزلوا ويتحتحوا. هادي يا سابق، قابلت الرئيس قيس سعيد طبعا. بصفتك شنو؟ طبعا بصفتي محمد الهنتات، رد بالك أنا مانيش من إسرائيل، محمد الهنتات مواطن تونسي وأفخر، وعندي باسبور أخضر ورئيس جمهورية ورئيس كل التونسيين. ويمين الزغلامي نفسها ادعت على صفحتها الرسمية أنها اتصلت بنادي عكاشة، وأنا اتصلت بنادي عكاشة وهي تسمعني تو، وطلبوها تو بالتليفون رئاسة الجمهورية، اطلبوها تو أو مكتب الإعلامي والاتصال. علاش ما هبتتش من صفحة رئاسة الجمهورية؟ مو رئاسة الجمهورية من عيوب رئاسة الجمهورية أنها لا يوجد عندها ناطق رسمي، وتكتفي بنشاط مكتب الإعلامي والاتصال، وحتى مديرة الديون رئاسة الدكتورة الوزيرة نادي عكاشة لا تظهر كثيرا. والصفحة الرسمية كل لقاء رئيس الجمهورية كان لقاء مع كنتي، كان لقاء مع يعني هما كيمشيو يقابلوا رؤساء دول اخرين مشبوهين يسميه الدبلوماسية الشعبية، وانا كمواطن تونسي ما عنديش حق برئيس الجمهورية اسيدي نقابلوا ويضربوا على طيارة الدولة الهنتاتية. خطاب شعبوي يقول يقابلوا الاخرين، اعطينا ما يثبت. ما عندك صورة؟ لا 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 لا، ماني قلت لك ثم حاجات تحفظ عندي في هاتف الجوال، عندي اشياء كثيرة يعني. به مثلا نلقاك تهبت تقول يوم زيارة الرئيس قيس سعيد ليبيا تقول ربي يستر قيس سعيد من مشي ليبيا، معلومات خطيرة صحيح جدا صحيح، لكن الرئيس رجعوا الحمد لله وما صار حتى شيء. اي شنو المعلومات اللي كانت؟ اي يا اخي انا بالضبط ما صار حتى شيء الحمد لله، مش نحزن وما انا باش نفرح الحمد لله، لانه في ليبيا ثم 36,500 جندي تركي، منهم 6,000 جندي تركي من فرقة الكوموندوس بدون اعتبار المتخصصين في المخابرات الحربية التركية. ينتظروا في قيس سعيد يوصل؟ أه؟ هذا منتظروا في قيس سعيد يوصل بمستهد فيه، مش ينتظروا حتى قبل ما يجي قيس سعيد، من دخول من يطز أردوغان خشمه في ليبيا.